دخلنا المعهد البترولي، كان المعهد البترولي عبارة عن بيلدينج واحد، مبنى واحد فقط اللي هو بيلدينج 1. بدت معاي الرحلة لحد ما توسع المعهد. قبل ما أنا أتخرج من مبنى واحد صار المعهد يتكون من أكثر من 7 مباني. أحلى 5 سنوات في عمري. أنا مشروعي الحين كيف أتعامل مع ثاني أكسيد الكربون وأن نضخه في الريزرفوار في المكمن النفطي، وهذا يساعدنا في إنتاج كمية أكبر من النفط. بديت أشتغل في شركة الحفر الوطنية، حصلت رياكشن من الموظفين أن أنت تعرفين هالشيء، أقول لهم هي أعرفه، أكيد تعرفين هالشيء، أقول لهم هي أعرفه، درستي عن هالشيء، هي درسته واشتغلت فيه وجربته وسويته. فهالرياكشن منهم حسسني أن إحنا في المعهد يعني مش والله بس اسم المعهد البترولي، أن لا إحنا فعلا مهيئين أن إحنا نشتغل في مجال البترول. حالياً أنا طالب دكتوراه في أمريكا في جامعة مينيسوتا في برنامج الهندسة الكيميائية. هالبرنامج يعد الثالث على مستوى أمريكا، ويعتبر هو مؤسس الهندسة الكيميائية في وقتنا الحالي. اللي ما كنت أتوقعه أني يوم بتخرج من المعهد البترولي بكون قادر أني أنافس زملائي في هالبرنامج اللي جايين من أقوى الجامعات الأمريكية مثل MIT وستانفورد وبيركلي. لا احنا الديبارتمنت تاع الهندسه الكيميائيه عندنا بالمعهد البترولي عنده اتفاقيه تعاون مع جامعات بامريكا، فهذا الشيء ساعد كثير اني يعني سهل علي اني اقدم لجامعه مينيسوتا واني انقبل هناك، فما اضطريت اني اعطل حالي واني اقطع دراستي مشان اروح اكمل بامريكا. الحمد لله المعهد البترولي هيأني في مجالي، والحمد لله انقبلت في Research Fellowship Program في ناسا في كاليفورنيا. إن شاء الله في هالموضوع برفع اسم من معهد البترول ودولة الإمارات إن شاء الله. انقبلت أني أسوي Research Fellowship Program مالي في ناسا، فيني كل الثقة أني أسير هناك وبسوي مو بس حتى a good job، لا a perfect job إن شاء الله. يعني بسير هناك يعني والناس اللي هناك بيقولون لا هالبنية أكيد من المعهد البترولي. معهد جهزنا من كل النواحي، علمنا كيف نكون مهندسين متميزين، أعضاء في المجتمع فعالين، كيف نتعامل مع المشاكل، كيف تعيش كمهندس، كيف تفكر، كيف تحاور مع الناس، كيف تكون عضو فاعل في فريق العمل اللي أنت شغال فيه. أنا أظن إذا إحنا كنا في أي جامعة ثانية ما كنا بنبرز كإنديفيدجولز مثل ما برزنا في المعهد، لأن المعهد عرفني على aspects في شخصيتي أنا ما كنت أعرفها قبل. يعني أنا ما كنت أعرف أن أنا ممكن مثلاً أكون رئيسة مجلس الطالبات. تجربة الفريدة اللي سواها المعهد، نحن قدرنا نعرف المشاكل اللي موجودة مثلاً في حقول الإمارات نقارنها بمشاكل حصلت برا، عقبات مختلفة، وهاي أعطتنا يعني الطريقة في التفكير أو نمط معين في التفكير أن نحن نتعدى كل الصعاب اللي موجودة أمام. وأكثر شيء فادني في المعهد البترولي أن يربطون المحاضرات بتجارب عملية في المختبرات. المعهد ما كان مجرد جامعة درسنا فيها أو مكان وفر لنا التعليم، المعهد كان بيتنا الثاني. نسهر ونشتغل ونلعب ونضحك ونصيح. فالمعهد شاف وايد أشياء أنا عائلتي في البيت ما شافتها مني. We do sports. We actually have a volleyball team and a basketball team. We're normal people. But we're engineers. Yeah!
في المعهد كستودنت دائما نحس ان احنا مهمين، سواء من البورد ممبرز، من الفاكولتي، من الادمنستريشنز، كانوا دائما يخصصون لنا وقت ويسمعونا، ان نحس الاندستري بدوننا ما بيتقدم. بس لانك انت او كشخص يعني you want to work hard, everybody supports you. دعم لا منتهي. Everybody has an open door policy. إن الصوت مسموع. فحسينا إن إحنا كستودنتس assets مهمة في المجتمع. كل الدكاترة اللي موجودين عندنا في المعهد ولله الحمد على أرفع مستوى من العلم ومن الخبرة ومن التجربة. قطاع النفط مثل ما تعرف انه مكان خطر جدا، في اشياء يعني قابله للاشتعال، في اشياء سامه، فانا هني دوري كيف اقدر اخليهم يثقون بالروبوت هو انه يكون كمساند. انا كورس ادرسه ياخذ وجهتين للطاقه، اللي هي الطاقه التقليديه الحاليه وفي نفس الوقت الطاقه المستدامه، والمقارنة بينهم وكيف نحن ممكن نربط بينهم وكيف نستفيد بالطاقتين. خريجين المعهد يصلون إلى مراكز حساسة. أنت تعرف قطاع النفط، والنفط هو عصب الحياة مثل ما يقولون، فتخيل الشخص اللي يمسك منصب ممكن أنه نوعا ما يتحكم بسعر النفط، شوف كيف بيأثر في الاقتصاد العالمي. المعهد جامعة يدرس شهادة بكالوريوس وماجستير، وحاليا في نظر ايضا لتقديم شهادة الدكتوراه. نعم انا فخور اني خريج من المعهد، وانا لاحظ جامعات سواء في الولايات المتحدة او اي دول ثانية، لاحظت انهم يفضلون خريجين البي اي على الجامعات الثانية، لان البي اي سوى له سمعة اكاديمية قوية. ان شاء الله بعد 20 years اكون من احسن البروفيسورات في العالم، وان شاء الله اخلي المعهد البترولي سمعته يعني وايد كبيرة لدرجة انه يطغى على سمعة ام اي تي وهاليونيفرسيتيز هاي اللي موجودين في اليو ستيتس ان شاء الله. انا اشكر فكرة وجود المعهد، وأول شخص أنا بشكره في الموضوع طويل العمر الشيخ خليفة بن زايد، هو صاحب الفكرة، هو اللي عمل هذه الدائرة الأكاديمية. الصرح اللي نحن قمنا نقصده كان ممكن نروح وندرس في أمريكا مثلا. طبعا نحن نعمل في منظومة متكاملة في الدولة، وأحب أصورها كأوركسترا نعزف نفس السيمفونية، سيمفونية 2030. بصف أبوظبي أو الإمارات ككل يعني as a green country، إن النهضة العمرانية فيها بتكون غير، تكون شيء ثاني، تكون عالم داخل عالم. رؤية الوالد زايد رحمة الله عليه أن أهم شيء هو إعداد إنسان الإمارات المواطنين، فأنا طموحي إن شاء الله يوم أتخرج أرجع وساهم في إعداد كفاءات وطنية إن شاء الله تقدر تتحمل مسؤولية هالمجتمع.